دو تلي فاسون في الراج كان لازم نجيبو لي سيليكسيون باسكو كنت نتبع فيه صافي 20 ماتش نتبع فيه رحت شفتو ما على بالوش ديجا رحت شفتو واحد ما على بالو مام هو ما على بالوش قبل الماتش هذا في الراج ما جبناهش بور ان ماتش جبناه لا سيليكسيون لمده طويله كان يجي اليوم كان يقدر يجي صح ماتش واحد اخر مي بون جا اليوم في لا كونجونكتور اللي رانا موجودين كنا نبكيو على ريال دروا صافي با شهرين كنا نبكيو على ريال دروا دوك عندنا ثلاثه ولا اربعه الحمد لله جو بونس سي تون سيليكسيون نورمال والله واش نقول لك بالنسبه ليفيكتيف تاع المروك جو سي كيزون عندهم فرديات كبيره عندهم فرديات اللي عندها قيمتها يعني في الساحه الرياضيه لاعبين اللي نحترمهم كثير ولاعبين مؤثرين في النوادي تاعهم لكن هذا مش معيار تاع مباراه تاع كره القدم وين لازم الكوليكتيف وين لازم مش من حقي باش نتكلم على واش يجيب جيرات ولا واش ما يجيب جيرات يهمني الفريق تاعي اكثر من ذلك مع من نلعبوا نعرفوا بعضان الاخوه المغاربه يعرفوا نحن نعرفوهم بالنسبه للميدان قلت لك الميدان عمره ما كان فاكتور ديتيرمينون تاع ربحه تاع ماتش دو فوتبول كانوا خاوتنا المغاربه في كازا كنا واجدين باش نلعبوا في كازا مشاو لمراكش حاضرين معاهم باش نديروا عرس معاهم في مراكش فوالا جمال ديجيسيون الجوال اللي يقولوا في الماتش تاع المغرب تاع لافي قدم لهم واحد الخطاب سخون في ديسير قبل الماتش حبينا نعرفوا واش الخطاب اللي توجد لهم في الماتش ضد لهم هضرت مع الشهداء هضرت لهم على امور كثيره واش راح يتقدم لهم كومونيل انا قلت عطيت لك واحد البيت على الهاشمي قروال بربي رحمه سي دي شوز سبونطاني لا فورس تاع عبد الحق ما يخممش واش يقول فهمتني لا فورس تاع عبد الحق ما يخممش واش يقول دوك نقول لهم هكذا جو لو دي من قلبي يخرج يحسوه سي سا يخرج يجي الهبال يجي في الفيستير واحد nous avons invité nos joueurs la plupart les حب يجي يجي مرحبا به سي تون انفيتاسيون اوفيرت با سبيسيالمون بور مغني ولا بور حليش ولا كاع اللي حب يجي لمراكش مرحبا به يجيو مع صحابهم ينكوراجيو صحابهم اي بوي جي اون ديسكوسيون مع مغني ا بروبو دو سا ا بروبو دو سون افونير à propos de son avenir les modules du club tao il a été compréhensif ou on a parlé de la sélection on a dit que tu vas jouer dans la réserve باش ناخذك الماتش تاع المروك malheureusement la réserve tu joues le samedi l'entraîneur tao le convoque le dimanche ou ma ydkhlouch même pas parmi les 18 alors il rate samedi il rate dimanche c'est malheureux pour lui pour nous j'aurais bien aimé qu'on est là qui est là qui Khalish qui les autres mais c'est aussi le foot il faut faire avec quoi il faut avoir le courage باش واحد قال non oui وخلاص واحد ياخذ مسؤوليته وربي يكون في العون ما يخليناش هذا ما كان j'ai un contrat signé en bonus du forme حتى 2012 عندي دي كلوز في كاليفيكاسيون تاع ليكيب 2012 عندي عقد نورمال تحب نعطيهولك عندي عقد ماشي معنوي عندي عقد مكتوب بال بكلش علاش معنوي كوب دافريك 2012 وعندي دي كلوز بيان سور نهار جابني البريزيدون قال لي عبد الحق قال لي ما ندخلش روحي فيك ندير لك تو لي مويان باش تنجح نهار ما تلحقش لوبجيكتيف تاعك تروح نحيك sinon c'est tout à fait normal c'est normal عندي عقد خويا الا دبر لي عقد داير ما نقولش لا يعني ممكن بدنا نعرفوا المعايير اللي تخيل دوخه وخلينا نتبع خاصنا دوخه كان ديجا في سيليكسيون وراح يكونوا تقاليد
اللي ما يجوش في سيليكسيون ابريم وما يجوش في سيليكسيون اسبوار وما يجوش في سيليكسيون جونيور ما يمشيش في سيليكسيون سينيور ديريكتومون. دوخا هو اللي مخلي الحراش مكلاسين دوزيام ولا تروازيام. اذا كل جوار كل غارديان دو بيت باسكو غلط تمركلو بيت نحيوه ما نجيب حتى واحد من ثلاثه هادو. راكم شفتوا مبولحي واحد النهار دخلت له تحت رجليه وزيماموش كيفاش زيماموش هو اللي جاب الماتش ليكيب فلالي. علاش ما تكلمتوش على لالي؟ علاش تكلمتوا على الريتور؟ باسكو الناس كل واحد عنده واحد في راسه يحب يجيبه وبن شيخه عنده واحد اخر في راسه يحب يجيبه. هادو جبتهم بضمير مرتاح. دوخا ما عندي معاه لا نسبه لا على خلاف. دوخا il fait une bonne saison مع الحراش. انا شفت دوخا مع السي ار بي. السي ار بي الحراش شفت دوخا يلا قلت هو النيميرو 1 تاع لا سيليكسيون. هو علاش لا لا دينا ولا دوخا بارابور على لاج ديالو كاين دي بون كارديان عندهم 30 سنه مع مستقبل ما عندهمش مستقبل في المنتخب مثلا ils n'ont pas d'avenir في لا سيليكسيون. شحال يزيد يلعب في سيليكسيون اون بريفير نديرو الى دوخا يربح اكسبيريونس يربح علاش لا لا بوركوا ما يكونش كوراج باش ندفعوا ان جون باش يلعب على روحه سي تو.